البحث في الملف، تم الاستماع تفصيليا للحميد الدين عبد العالي، وتم الاستماع للشاهد، وكانت المواجهة، وبالتالي قرر القاضي التحقيق إنهاء البحث. لكن الغريب هو أن المتهم عبد العالي حميد الدين جاء بقرار أنه ما يجاوب حتى على شي سؤال، بحيث أن السيد قاضي التحقيق واجهه بالشكاية اللي تقدمنا بها، وواجهه بالمحتوى ديالها وبالتهمة اللي موجهينها له، وبالتالي هو تيعتقد أنه بالرفض ديالو على الجواب أنه تيفلت من هذا الملف، بحيث أنه فقط اكتفى بأن هذا الملف سبق فتحه سنة 1993، وما دون ذلك من أسئلة ومن مواجهة ديال القاضي ديال القاضي التحقيق بأقوال الشاهد كلها رفض يجاوب عليها. وخا تيا ما تهرب، وخا تيا ما